قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إيمان وعمل صالح. الإيمان ربما كان لي درس في يوم السبت الماضي كنت أتحدث فيه عن الإيمان وأثره في حياة الإنسان، لأن الإيمان هو الذي يقوي عند الإنسان الكثير من المبادئ والأسس التي تعصمه من الوقوع في الضغوط والتوتر والقلق. ثم عمله الصالح بهذين الأمرين، إيمان وعمل صالح، كما قال الله سبحانه وتعالى دائما مع الإيمان العمل الصالح اللي هي العقيدة والشريعة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إيمان وعمل، مش إيمان فقط، مش إيمانا يقول الإنسان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وينتهي الأمر، وإنما إيمان وعمل، إيمان وعمل صالح. فلنحيينه حياة طيبة. إذن عندنا في القرآن الكريم في حياة طيبة وفيه معيشة ضنك. الحياة الطيبة الله سبحانه وتعالى أرادها لمن آمن وعمل صالحا، إنما المعيشة الضنك كما سبق وذكرت لمن أعرض عن منهج الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى في بداية سورة محمد: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أصلح بالهم يعني أصلح خاطرهم وأصلح حالهم، يعني يشعرون بالحياة الطيبة ويشعرون بالسعادة في الحياة. وأصلح بالهم، صلاح البال، صلاح الخاطر، السعادة. أنت أصلا لما بتعطس وتقول الحمد لله ويقول لك من يشمتك يرحمك الله، تقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، يعني تدعو له بصلاح البال، تدعو له بالراحة، تدعو له بالسعادة، تدعو له بالحياة الطيبة. هذا هو معنى راحة البال، يهديكم الله ويصلح بالكم. بيأتي على رأس هذه الأعمال الصالحة الصلاة، لأن الصلاة يستعين بها الإنسان على يصل بينه وبين الله سبحانه وتعالى من ناحية، ويستعين بها على أعباء الحياة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: استعينوا بالصبر والصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزب الأمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. وهكذا الصلاة ليست مجرد ركعات أو حركات تؤدى طقوس، هي مش طقوس رياضية ولا حركات رياضية. الصلاة لابد أن تستشعر فيها أنها تربطك بالله عز وجل. أصلا مفهوم الصلاة أنها صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. الصلاة بيأتي أيضا على رأس هذه العبادات الذكر، لأن الذكر معناه أن الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى ليس باللسان فقط، وإنما حتى بالقلب يذكر الله سبحانه وتعالى بمراقبته عليه. حينما يتذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى يطمئن قلبه وينشرح صدره، وكلنا يعلم قول الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أن تجلس يعني ما تيسر من وقتك مع كتاب الله سبحانه وتعالى، إما قراءة وإما استماعا، لأنك تعلم أن القرآن هو شفاء لك سواء على المستوى الروحي أو على المستوى النفسي أو حتى على المستوى البدني. أن حتى النظريات العلمية الآن تربط بين الأمراض النفسية والأمراض البدنية، يسموها الأمراض النفسجمانية، يعني نفس مع الجسم، يربطون مثلا بين مرض التوتر ويربطون بينه وبين مرض مثلا زي الضغط، تصلب في الشرايين، زي مرض السكر، تكون ناتجة عن القلق، التوتر، الضغوط التي تصيب الإنسان في الحياة. فأنت حينما يعني تجلس مع كتاب الله سبحانه وتعالى، اليوم فيه 24 ساعة، يعني خذ منها ما تيسر لعبادتك وطاعتك لله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن الكريم، يعني حتى قبل أن تنام، قبل بعد أن تستيقظ من النوم، لا يمر عليك يوم إلا وقد نظرت في كتاب الله عز وجل. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود: أديم النظر في المصحف، والنظر في المصحف عبادة. ليس أنك أنت حتى مثلا حينما تأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى وتجلس مثلا قليل من الوقت وتنظر في كتاب الله وتقرأ صفحة ولا صفحتين، عندئذ تشعر بالراحة بالسكينة، لأن السكينة لا تشترى ولا تباع.
ليس من المعقول أن تذهب مثلا أي سوبر ماركت وهتشتري منه بعشرة يورو سكين ولا مئة يورو ولا بألف، مهما كانت مقوماتك المالية. كما قلت السيارة ممكن تشتريها، البيت ممكن تشتريها، طب ممكن تشتري السيارة والبيت بس السكينة مفقودة. ولماذا بعض الأغنياء أو بعض الـ يعني كما تثبت الدراسات، وليس هذا الكلام من عندي وإنما هو أمر مثبت، أن أكثر حالات الانتحار تكون في الدول الإسكندنافية اللي هي النرويج والدنمارك وفنلندا واسكتلندا، رغم أن هذه الدول من أعلى الدول من الناحية المعيشية ومن الناحية الاقتصادية، ودي إحصائيات موجودة تستطيعون الاطلاع عليها. يعني أنا مش بنقول هذا الكلام باعتبار أننا مسلمين ومؤمنين، لا، دي إحصائيات موجودة ومنشورة ومنذ زمن، وما زالت الأعداد مرتفعة. لماذا؟ لأن الإنسان لما بتضيق به الحياة في أي أمر من الأمور عندئذ لا يعرف له ربا يلجأ إليه، لا يعرف له مسجدا يأتي ويتوضأ ويصلي فيه ركعتين ويسجد لربه سبحانه وتعالى ويفرغ ما في نفسه لله عز وجل، وهو يعلم في هذا الوقت أنه قريب من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال عز وجل فاسجد واقترب، ولذلك قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. عندما تجلس وتقرأ في كتاب الله بتتنزل عليك السكينة، كما قلت السكينة لا تشترى وإنما ينزلها الله سبحانه وتعالى. ليتها تشترى، كان كل واحد أصيب مثلا بشوية ضغط في الحياة ولا شيء راح يشترى شوية سكينة، إنما السكينة ينزلها الله في قلب عبده المؤمن. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. فأنت حينما تجلس مع كتاب الله سبحانه وتعالى عندئذ تتنزل عليك السكينة، تتنزل عليك السكينة، تغشاك الرحمة، تحفك الملائكة، يذكرك الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. فدي من ضمن العبادات والأعمال الصالحة، الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. دعاؤك وتضرعك إلى الله عز وجل معناه أنك تفضفض مع ربك سبحانه وتعالى، والله عز وجل يسمع منك. ادعو الله سبحانه وتعالى بما تريد، والدعاء ده قمة العبادة لأنه قمة التضرع والخضوع لله سبحانه وتعالى. سواء دعوت الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنك الهموم والأحزان كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ده بيسمى بالدعاء الوقائي، إنك أنت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يقيك من الوقوع. لكن حتى ولو وقعت في هم أو في ضيق أو في كربة فتعلم الدعاء الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلمنا أنك حينما تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء وأنت تعلم معناه وتفهم كلماته أذهب الله عز وجل همك وأبدلك مكان الهم فرجا. قال صلى الله عليه وآله وسلم ما أصاب عبد قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وذهاب همي وجلاء حزني. قال صلى الله عليه وسلم إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرجا. فقيل يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال صلى الله عليه وسلم بلى، ينبغي لمن استمع إليهن أن يتعلمهن. هناك أدعية كده لابد أن تتعلمها وأن تحفظها كما تحفظ قصار سور القرآن الكريم. الدعاء ده مهم، لكن أنت بتضرع الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنك ما ألم بك من بلاء ومن كرب ومن هموم ومن أحزان. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي أيضا من الأمور التي يرفع الله سبحانه وتعالى بها الهم
والكرب عن الإنسان. لما جاء سيدنا أبي بن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، صلاة وسلاما من الله عليك سيدي يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فقال صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، يكفيك الله سبحانه وتعالى الهموم ويرفع عنك الأحزان ويغفر الله سبحانه وتعالى لك الذنب. يبقى دي اسمها الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة كثيرة، لكن بيت على رأس هذه الأعمال الصالحة الصلاة، الذكر، الدعاء والتضرع الله سبحانه وتعالى، قراءة القرآن، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.